يحكى أن أسداً وجد قطيعاً مكوناً من 3 ثيران أسود وأحمر وأبيض، فأراد الهجوم عليهم فصدوه معاً وطردوه من منطقتهم. ذهب الأسد وفكر بطريقة ليصطاد هذه الثئران، خصوصا أنها معا كانت الأقوى، فقرر الذهاب إلى الثورين الأحمر والأسود وقال لهما: لا خلاف لدي معكما، وإنما أنتما أصدقائي، وأنا أريد فقط أن أكل الثور الأبيض لأن لونه يلفت نظر الصيادين، وهذا يشكل خطرا كبيرا علينا. أنتم تعرفون أنني أستطيع هزيمتكم، لكنني لا أريدكم أنتم، بل هو فقط. فكر الثوران الأسود والأحمر كثيرا، ودخل الشك في نفوسهما وحب الراحة وعدم القتال، فقالا: الأسد على حق، سنسمح له بأكل الثور الأبيض. نقل الثوران الرسالة بنتيجة قرارهما، وأخبراه بأنه يستطيع الهجوم على الثور الأبيض الآن. فعل ملك الغابة ذلك بسرعة وافترس الثور الأبيض، وقضى ليالي شبعانا فرحا بصيده. مرت أيام وعاد الأسد لجوعه، فتذكر مذاق لحم الثور وكمية الإشباع التي فيه، فعاد إليهما وحاول الهجوم، فصداه ومنعاه من اصطياد أحدهما، بل ضرباه بشكل موجع، فعاد إلى منطقته متألما متعبا منكسرا. قرر الأسد استخدام نفس الحيلة القديمة، فنادى الثور الأسود وقال له: لماذا هاجمتني وأنا لم أقصد سوى الثور الأحمر؟ فقال له الأسود: أنت قلت هذا عند أكل الثور الأبيض. ويحك، أنت تعرف قوتي وأنني قادر على هزيمتكما معا، لكنني لم أرد أن أخبره بأنني لا أحبه كي لا يعارض. فكر الثور الأسود قليلا ووافق بسبب خوفه وحبه الراحة. في اليوم التالي اصطاد الثور الأحمر وعاش ليالا جميلة جيدة وهو شبعان. مرت الأيام وعاد وجاع، فهاجم مباشرة الثور الأسود، وعندما اقترب من قتله صرخ الثور الأسود: أكلت يوم أكل الثور الأبيض. احتار الأسد فرفع يده عنه وقال له: لماذا لم تقل الثور الأحمر؟ فعندما أكلته أصبحت وحيداً، وليس عندما أكلت الثور الأبيض. فقال له الثور الأسود: لأنني منذ ذلك الحين تنازلت عن المبدأ الذي يحمينا معا، ومن يتنازل مرة يتنازل كل مرة، فعندما أعطيت الموافقة على أكل الثور أعطيتك الموافقة على أكله.